هو كيما نقولوا جا عندي في الاول قال لي بيع لي، قال لي نعطيك 800 مليون. قلت لها 800 مليون تاعش انا خاسر هنايا دم قلبي قريب زوج ملاير ومبردي 15 عام انايا، وتجي تقول لي انت بيع لي ب 800 مليون ما نبيع لكش. قال لي راني خرجت العقود باش ما تقولش غدوه من غدوه نهار اللي نديها لك تقول باللي حقرتني ولا درت لي ولا. قلت لها روح نقول لك واحد الكلمه، قلت لها انا هذه القطعه الارضيه شريتها باش نخليها لولادي، قلت لها انا هذه القطعه الارضيه شريتها باش نخليها لولادي. عندي 6 تاع الدراري قاع يقراو قاع يتريني وقاع يبارك. 12 مليون في الشهر ما تقدنيش معاهم، نقلع على اللحم باش نوكلهم ونشربهم. سبحان الله. قلت انا معليش ندير شجرات، ندير كذا، ندير بقرات، ندير نعجات، وتوسع النشاط، ونوسع النشاط تاعي ونخدم، وكيكبروا ولادي يعاونوني. وراك خدام في الارض وربي فيه الخير سبحان الله. صاوب الارض فيها خيرها. كي سقسيتك خويا محمد قلت لك ربما هو يكون باع له الارض، لذلك قدر يملكها له ويستفاد منها، وزيد كل هذا خرجك منها يعني 15 سنة وانت متعلق بالأرض وتخدمها وتفلحها في الأخير خرجك. صحتي هذا الإنسان كي جال تما ما راش يشوف فيا باللي راني عندي هذه الأرض مالكها أنا وراني نخدمها. بصح قلنا انت شريت 9 قطارات. شريت 9 قطارات كيفاه انت يا فعام؟ ما كانش عام الناس هذه شحال من عام وهي دافع الملفات انت وحها، ما عطاوها لا عقود لا والو، وانت يا ما بين رمشات من العين يعطيوك زوج تاع العقود. وانت علاش 15 سنة ما سويتش الوضعية؟ ما نقدرش انا شاري النص، انا ما مشيش درت كيما هو كتبت باللي راني شاري كاع. شنو كان سويت غير الوضعية باسكو شاريها بموجب عقد وراه؟ هو هذاك العقد دير به معارضة، ما عندك ما عقد عرفي. ايه دير به معارضة، درت معارضة للإنسان خاطر كانوا بكري العقود نتاع 90 عام. ومن بعد قالوا لهم ودي غادي خاطر انا صنت للوزير نهار اللي جا قال لهم غادي نديروا هذا العقود الامتياز نتاع 40 عام وغادي ندعموكم وغادي وغادي وغادي. قال لهم يا ودي كاين اللي راه بايع الاراضي الفلاحيه للناس معاه، ماذا به كيجي يعدل كيجي يخدم العقد نتاعه يجيب الانسان اللي بايع له باش ما يبقاوش المشاكل، كل واحد يدي العقد نتاعه نيشان. الناس ولات تدير الحيله سيغتو المستثمرات الفلاحيه فيها بزاف مشاكل، كانوا فيها مشاكل كبار في التسعينات في بزاف. مازال لحد الان مشاكل، مازال لحد الان المشاكل. مشاو داروا كيما نقولوا كاين اللي ما يمشيش يدي مع صاحبه يمشي لروحه، انا ماني بايع ما والو وما وين عرفوا يخرجوا له العقد على سميته. انا السيد درت له معارضه متالي ما بغيت لا ما نستناه يمشي ما نمشي معه، هو كان دافع العقد انا ريت له العقد نتاعه، كريت له العقد نتاعه هذا كي جا جبر الحاله واجده. انا مريض له العقد وهو دفع عادي لا لا كلش ولا هو هذا جا مورانا وبقى يصمت لنا ويحسب لنا ومن بعد خدم خدمته. هذه هي في واحده من الخبرات القضائيه التي تمت بخصوص هذا الموضوع جاء فيها ما يلي، ان السيد باع بموجبه الى السيد بالرحمه محمد، انه باع لك بموجب بصفه قانونيه وبطريقه صحيحه. خاطرش علاش العقد تاع العرفي كان اكزيستي في 2008 صح، وانه انت المستفيد بموجب عقد الامتياز المذكور اعلاه، يعني هذا العقد اللي حكينا عليه رام يقولوا في الخبره انه وبالتالي ليس هناك ما يثبت انه المدعي عليه اللي هو انت في حاله استيلاء او تعدي على الجزء المستغل من طرفه قبل تحرير عقد الامتياز المذكور اعلاه. فوالا اختي هذا انا دروك انت عندك هذه القطعه تاع الارضيه فيها 20 قطار، نجي انا من برا ونغرس الشجره ونقعد 15 عام انايا وانت قاع ما تهضر ما تتكلم، غير يخرج لك العقد وتنوض تهضر وتتكلم. اختي الشيء راه واضح، قلت لك النهار اللي جات كهراريف ودخلوا لنا الضوء هذه الحاجه الاولى والدليل القاطع لو كان دوروا عليه في الكهراريف غادي ما يجبروش هذا بس ما كاش كاين. هو راه يقول لهم شريت في 2009 هو بان في 2016 وهو بان في 2016 سيدي دخلوا حتى 2014 في 2014 دخلوا التريسينتي، لو كان يمشيو غير التريسينتي يخبشوا تما ما يجبروش يجبروا الناس اللي دخلوا لهم هادو.